ديال كراك المشرف العام لمدرات قافلتي. حنا اليوم كنتواجدوا بدار الحي المزار في اطار تنظيم الحمله الطبيه الاولى فائده طلبه المدارس العتيقه والكتاتيب القرانيه على صعيد اقليم عمليه زكانيت ملول. ان هذه الحمله اللي كتنظمها مبادره قافلتي بشراكه مع جمعيه المساعدين التقنيين بصيدليه ولايه اكادير وبتنسيق مع جمعيه سوس لداء السكري والجمعيه المغربيه لوقايه الفم والاسنان وبدعم من المجلس الجامعي لاية ملول. يعني هذه البادره في النسخه الاولى ديالها ان شاء الله اللي كنتمنوا باش تكرر كل سنه. يعني كنعظمين بارك نوجهوا الشكر الجزيل يعني لجميع الاطباء اللي تطوعوا معنا جميع المتطوعين يعني كل المنابر الاعلاميه اللي واكبت هذه الحمله هذه ويعني كل الداعمين ديالنا يعني كنشكرهم في انجاح هذه الحمله هذه وان شاء الله نضرب لكم موعدا مع نسخ اخرى في المستقبل ان شاء الله تحت شعار عطاؤنا امل لغيرنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.